كان فيها شهيد احمد علي دورها شهيد قوى حسن اشبار الاشجري صدوا حفنيات الدول من امر الهنية ودوادر فالمضارب. ايها الرفاق والرفيقات، نرحب بكم اليوم في افتتاح الدورة الثانية من واجب الدفاع الذاتي دورة الشهيد كوارث سيف. كذلك نرحب بالقوات العسكرية اللي موجودة اليوم معنا مشاركتنا بهذا الافتتاحية، وفي حضرة المقاتلين الأشاوس الأبطال المنخرطين في الدفعة الثانية من واجب الدفاع الذاتي. لا يسعنا إلا نستذكر أولئك الأبطال الذين قدموا ما هو غالي ونفيس لإسعادنا، الذين لولاهم لما كنا اليوم في هذا الموقف.